صباح الخير مشاهدينا الكرام. اليوم رح نكون موجودين بفيلا الشوبة لنعرفكم على الفور بيدروم والفايف بيدروم. خلونا نشوف الفور بيدروم. رح نبلش هلأ بالفور بيدروم. رح نبلش مع الفلور بلان. مثل ما شايفين مساحة الأرض بتجي 6500 قدم ومساحة البناء تقريبا 6800 قدم. مثل ما شايفين احنا عنا المطبخ بيجي على اليسار وعلى اليمين بتجي الليفينج اريا والدايننج اريا. هلأ رح نبلش مع المطبخ. نحن موجودين بمطبخ التقديم، اوكي، وفي عنا نحن مثل ما تعودنا مطبخ التحضير. طبعا الكهربائيات بتجي كلياتها سيمنز. عنا الرخام ايطالي جاي من ايطاليا خصيصا للمشروع. في بالاضافه لهيك تشوف بهذا السايد هو المطبخ التقديم بالاضافه لغرفه الخادمه. وهي انتقلنا هون لغرفة الطعام. مثل ما شايفين مع غرفة الجلوس. طبعا بميز انه عنا اطلالة بانورامية على الخارج للسوين بول وللقعدة الخارجية. في عنا كتير ميزة حلوة، هي انه انت بتحب الجو الحلو، اوكي، فينا نفتح الويندو بطريقة انه يكون بتحس انه انت كأنك غرفة الجلوس اندمجت مع غرفة مع الحديقة. خلينا نشوف كيف. طبعا هذا الشيء اللي عملناه هون نفسه كمان لهذا السايد، وفي عندنا كمان السايد الثاني. بميز غرفة الجلوس هون في عنا نحن دبل هاي سيلينج. طبعا هون عنا الكارتن فينك تتحكم فيه وفينك ترفعه مشان يدخل الضوء أكثر للغرفة. انتقلنا نحن حاليا للطابق الثاني. في عنا هون ثلاث غرف جلوس وفي عنا غرفة صغيرة هي الجلسة العائلية للي موجودة هون. طبعا بميز انه كل غرفة فيه إلى حمامها الخاص المستقل، يعني كل الغرف فينا نقول هي غرف ماستر. طبعا الغرف مثل ما ملاحظين كلياتهم مساحاتهم كبيرة، مع الحمام بيجي مساحته نوعا ما جيدة. ملاحظين الألوان المستخدمينة هي ألوان جري بتعطي شوي جو دافي أكثر. طبعا كلياتهم عندهم إطلالة على الكوميونيتي الخارجية.
وهي الغرفة الثانية مثل ما شايفين مساحات كتير واسعة، وفي هون عنا الدريسينج روم مع الحمام. نحن موجودين هلا بالغرفة الأخيرة اللي هي غرفة الماستر بيدروم. هاي الغرفة طبعا أكيد بتكون مميزة بإطلالة على الحديقة مع السوينج بول مثل ما ملاحظين نحن. بالإضافة في عنا مثل مكتب بالداخل، وفي عنا الدريسينج أريا، يعني هاي فينا نقول هي غرفة العائلة أو غرفة رب العائلة. في عنا ميزة كتير حلوة، إذا حابين إحنا ندخل أشعة الشمس للغرفة الليفينج أريا الموجودة بالأعلى، أوكي؟ في عنا هاي الطريقة